رمضان هو اللي بيحلي كل مكان، مفيش حد بيحل رمضان، رمضان هو اللي بيحل المكان. بيقولوا انه ملوش طعم الا في مصر، لا هو بيعمل الطعم في كل مكان. انت رحت مثلا تفكر انك انت تفطر في القرية او في المدينة في اي حتة في رمضان، هتلاقي رمضان بياخد المكان الوحش يحليه وبيعمل له شكل جديد وطعم جديد. وبصراحة مش عارفين ليه، يعني هو الهوى نفسه بيتغير، مش واخد بالك؟ يعني ما تشم هوا رمضان نفسه تحس ان الهوى نفسه مختلف، كأنه في حالة صلح. الجو نفسه له لون تاني. وبعدين احنا كنا ما نعرفش يعني ايه لما يقولوا ان السماء بتحب وبتكره، والشجر ده بيزعل والزرع ده بيكره ويزعل وبيغضب، ولما الجو لما بيتبسط بيبان عليه، لما النخل ده بيتبسط بيبان عليه. ده كانوا بيقولوه في الشعر، كانوا بيقولوه في حتت يعني كده من باب ان هو احساس فقط. لكن احنا لما قرينا الايه اللي بتقول فما بكت عليهم السماء والارض، يعني الكون ده له احساس، بيزعل بيتبسط وبيتغير. وبعدين الكون ده بيسبح، بيسبح يعني محترم، بيحس. اما الحاجه تسبح معناه ان لا وجود، مش الصم صم زي ما احنا متخيلين، ولا الحجر حجر زي ما احنا شايفين، لا ده هو بيبقى مبسوط في رمضان الكون كله، لارتفاع نسبة الانخفاض نسبة المعصية، لارتفاع نسبة القرب من ربنا، لارتفاع نسبة الحب بين الناس وبعضيها، لارتفاع نسبة التراضي وعدم الضغينة بين الناس وبعضيها. الحاجة نفسها لونها بيتغير، والخير بيبان، والشجر بيبقى فرحان، والقرآن والإنجيل والتوراة قال كده، قال إن ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، في آية في سورة المائدة، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يعني الكون باختصار له علاقة بالكائن، وله علاقة بالبني آدم اللي عايش عليه، بالإنسان اللي عايش عليه. وبعدين النعم لما الإنسان بيشكر عليها بيحصل حالة زهو وحالة نماء وحالة غريبة من الجمال بتحصل في الكون. وبعدين الكلام ده مش وهم، ده كلام مقطوع بيه بالفعل، لأنه الكون نفسه بيزعل ويصطلح ويغضب وزعل وحش. ولما يجي يقول ولو أن أهل القرى، اللي هي الدول يعني البلاد يعني، آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. البركات دي يعني هوا جميل، مش هوا قاتل، في هوا يهد بيوت وهوا يجيب حاجة جميلة، في حاجة اسمها يعني تصالح بين الخلق بعضهم مع بعض، في تصالح، في حاجة بتحصل في الكون ربنا سبحانه وتعالى راضي عنها، وده بيظهر في الشجر والهواء والتسخير نفسه للتدمير وعدمه. يعني لما يقول ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، مش عشان الأرض تزرع وتطلع خير، لا، عشان في حالة زعل، عشان ناس مش مؤدبة مش محترمة مع ربنا، فالكون زعل. وفجرنا الأرض عيونا لا لكي يشربوا ولكن ليغرقوا. فالمسألة مختلفة شوية. فكرة إن احنا نبص للقمر وللشمس وللزرع وللهواء على أنه كائنات لا تحس ولا تشعر ولا تدرك، يبقى احنا اللي مش شايفين.
لأنه الكون، الكون ده فيه كائنات لها إرادة، وربنا لغى إرادتها وقال لهم خلوا بالكم، خلوكم مع البني آدم. لأن لما يقول وهو الذي سخر البحر، يبقى البحر ما كانش متسخر. يعني لما يقول لك إن سخر، لا سخر لكم ما في السماوات، يبقى ما كانتش مجهزة ليك. وبعدين سخر لكم الشمس والقمر، يبقى قبل كده الدورة الشمسية والقمرية ما كانتش أبدا في القرب والبعد لصالح البشر. وده ثبت إن دورة الشمس والقمر بعد هبوط الإنسان على الأرض أو بعد ظهور الإنسان، لم تكن الأرض بنفس المدار مع الشمس والقمر بنفس الشكل. وده تفسير قوله تعالى لما يقول سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، يبقى ما كانش فيه قبل كده حاجة متسخرة، كان ماشي بقانون مش محسوب فيه الإنسان. أما جاء الإنسان شرف حضرته على الأرض، حصلت حاجات بتقول إنه هو في ضيافة كريم ورمضان كريم. رمضان هو اللي فتح الكلام ده كله، خلى الشجر وخلى الهواء وخلى المية وخلى لون الشمس وخلى لون الزرع مختلف. واحنا بنسوق هذه الإطلالات والإشارات من نصوص القرآن، وموجود مثل ذلك في الكتب القديمة، التوراة والإنجيل أو العهد القديم والعهد الجديد، ده موجود بيشير إلى فكرة إن كل ما في الكون ده ماشي في بينه وبين اللي خلقه حالة تسامح وحالة رضا وحالة كلام وحالة خطاب وحالة تناغم. ماشي المسألة زي ما احنا شايفين، أو زي ما البعض يتصور إن الحاجة صماء ولا الحاجة كده. لا لا لا، ده الموضوع بجد. هناك في الكون حركة بتظهر في رمضان، وبتظهر في الكعبة، وبتظهر في حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في لما يجي يتكلم أو لما يجي يعمل ده. لما تيجي تشوف الروضة الشريفة، اقعد كده، ولو سمح ان احنا نجيب واحد غير مسلم ونقعده في الروضة الشريفة بدون ما نتكلم معاه، حتما ولا بد ان هو هيبقى له مشاعر واحاسيس هو هيقولها من غير حاجة. رمضان هو اللي خلانا نشعر بفارق الهواء والماء، وفارق الألوان في الكون مختلفة في رمضان عن بقية السنة. ده حقيقي، أنا شخصيا شفت ده، لأنه شاءت الأقدار إن أنا أسافر وأشوف بلاد كتير قوي، وأشوف رمضان في بلاد التلج، وأحضر رمضان في درجة الحرارة 55، وأحضر رمضان وأعيشه في بلاد 25 درجة حرارة تحت الصفر، وأشوف رمضان بأشكال متعددة في كل الأحوال، التلج وأحوال الحر الجميل. رمضان عمل خيمة من الجمال، عمل غمامة من يعني من الندرة ومن الكلام الواضح في الكون، في لمحة جمال موجودة في الكون ممكن احنا في العلم البشري مش عارف يفسرها، لكن احنا حاسينه وشايفينه. كل سنة وانتم طيبين.